اوكي سميرة الكيلاني اليوم عندها فكرتين، مش فكرة واحدة، بذكر فكرة بتشعب منها. الفكرة الأولى علاج حروق الشمس لما ينحرقوا الأولاد، وثاني فكرة كيف نساعد نخلي الأولاد يساعدونا في البيت. صباح الخير سميرة. صباح الخير رندا، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وبأفكارك. الله يسعدك. سمعت إنه هلا كتابك عم بيكون بحقق أكثر مبيعات بالمكتبات. الحمد لله، هلا في البست سيلر في معظم المكتبات الكبيرة. طبعا هذا رضا من الله، الحمد لله. شكرا. هلا شو رح تفرجينا اليوم؟ ليه الثلج ملون هلا؟ هلا قبل ما بدنا نحكي عن الثلج، لانه قبل ما يدوب الثلج ويتبين اللي تحته. هدول طبعا الثلجات في له اكثر من استعمال، يعني الثلج مش بس للثلج، يعني تبعت الثلج، فممكن نعمل اكثر من شغله. ممكن مثلا نحط فيه ورد مثلا نجيب من الحديقه ورد زي هيك مثلا. ممكن الورد هذا نحطه جوا قوالب الثلج، ولما نحطه في العصير، خصوصا اذا العصير مثلا شفاف او يعني كلير مثلا، ممكن يبينوا هدول، يبين شكلهم كثير حلو في العصير. برافو. بعدين في شغله انه عشان الثلج يطلع كلير، هلا هو طبعا مش كثير مبين لانه بلش يدوب، بنغلي المي قبل ما نتلج المي، يعني بنغليها بنستناها لتبرد بعدين بنتلجها، فهيك ما بتطلع مغبشه زي هيك، بتطلع شفافه اكثر. ايوه. أوكي. طبعا بتبين الاشكال اللي بدنا نحطها فيها. هلا الثلج كمان ممكن نستعمله انه نعمل دقيقه سميره، لازم اوقف هون. عم بتقولي خصوصا اذا بدك تحطي اشكال فيها المي تغليها قبل بتضل كلير. هلا في طرق كمان انه بتعملي جات ازاز للبوظه، بفكر نفس الشيء بحطوا ورد فيه، بحطوا ورد عشان يضله شفاف. نغلي المي قبل، نغلي المي بالقبل بعدين من 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 ثلجه من فرزه يعني. كمان عشان العصير، مرات مثلا اذا عامل عصير بردقان مثلا بتحطي فيه قوالب الثلج. استني مغطي المايك هون وينه؟ هي اوكي بين. خلص ممتاز، تفضلي. شو اسمه الثلج؟ مرات العصير مثلا بيكون بردقان. اوكي. هلا لما تحطي الثلج بدوب الثلج، فبتقل تركيز العصير، بصير مش زاكي. فاحنا بنعمل الثلج من نفس العصير، يعني انا بدي اعمل عصير بردقان، بتلج عصير البردقان بعمله على شكل مكعبات ثلج وبحطه بالكاسات، فلما يدوب بضل تركيزه نفس الشيء، بضل طعمه كثير زاكي. هدول هيك عاملتيهم؟ هدول لا، هدول وصفه طبعا للجمال. خلص، هاي وصفه للجمال. للجمال. هيك خلصنا، هيك خلصنا من هون. هلا هذا عباره عن زيت زيتون مع ليمون. ممكن نجيب كاسه مي طبعا نغليها، بس تبرد بنحط معها مثلا معلقه زيتون ومعلقه عصير ليمون. هذا بنعمل فيه للوجه، طبعا احلى من احلى كريم للتجميل. ايش امسكها واحطها على وجهي؟ يعني بتمشيها على وجهك. بس مش مسقعه، ما بصير إشي غلط؟ لا لا، بالعكس، الثلج كثير منيح للبشره. وبنعملها على الوجه، كثير ممتازه للبشره. هلا كمان عشان بدنا نحكي عن حروق الشمس، ممكن نجيب الالوفيرا او الصبار. طبعا مش الصبار هذا اللي احنا بنعرفه، الالوفيرا بتختلف عن الصبار، هي من عائله ثانيه. الالوفيرا بتكون هيك طويله، هي نبته زي نوع من انواع الصبار. الوفيرا وين بنلاقيها؟ بنلاقيها بعمان يعني؟ موجوده بعمان. حتى في بيوتنا ممكن نزرعها. بناخذ العصاره اللي جواتها او على شكل جل اللي هي بتكون، ناخذها تبسكير. شفتي هذه ممتازه، حطيتها عليها. فبنعمل منها برضه بقوالب الثلج. هاي لما نتعرض لحروق الشمس، طبعا بنحط من المكعبات الالوفيرا بنمشيها اماكن الحروق الشمس، فبسرعه بتشفي وبتطفي الحرق. يعني انت بدك نشتري كريم هو نفسه؟ كيف بدنا نشتري؟ هي نفسها الالوفيرا، نفسها النبته. النبته بنلاقيها عند مين؟ عند موجوده في المنابت، في المستنبتات. موجوده عندنا في البيوت، معظم بيوتنا بتكون عندنا، بس احنا مش عارفينها. هي مش عارفينها نفسها. يعملوا سيرش على جوجل وبيشوفوا كيف شكلها. بنحطها بقلب الثلج. بنحطها، هي بنثلجها نفسها، بنطلع العصاره اللي فيها على شكل جل ومن نفرزها ونستعملها لحروق الشمس. هلا بالنسبه لحروق الشمس، اول شيء بدنا نراعي انه ما نغسلها بمي سخنه ابدا، لازم مي بارده. بعدين ممكن نستعمل الشاي، الشاي ممتاز جدا لحروق الشمس. طبعا بنجيب مثلا زي هدول تي باجز، يا اما بنحطهم بمي سخنه بنستناهم ليبردوا، ناخذ اللي بيطلع السائل بيطلع منهم بنحطه مع اماكن الحروق. ايوه. الشاي فيه تانيك اسيد، هو عباره عن اسيد كثير ممتاز لحروق الشمس، بيعالج الحروق من الدرجة الأولى، فالشاي ممتاز لحروق الشمس. بعدين ممكن نعمل خلطة من الكربونات والماء ونحطها برضه أماكن الحروق، فبسرعة بتشفى. شو بيعمل الكربونات للجلد؟ الكربونات
كثير بتروق الجلد، بتبرده، بعدين بتعالج البي اتش، المستوى البي اتش بالجلد، فكتير ممتازه برضه لحروق الشمس. حلو. بدنا نحكي هلا عن الاولاد زي ما وعدناهم، كثير اجاني انا اسئله عشان الاولاد كيف يساعدونا في البيت. صح. هلا ممكن اول شيء بنجيب الاولاد، اولادنا مثلا اللي عندهم صغار او كبار احجام متعدده يعني، بنجيبهم نعمل لهم اجتماع نقول لهم يعني نتعامل معهم كأنهم كبار، لازم نتعامل معهم كأنهم كبار عشان نحسوا بقيمتهم. فمنجيبهم نقول لهم مثلا اليوم عندنا ترتيب الغرفة الفلانية، انت عليك المهمة كذا، انت طبعا نختار لكل واحد المهمة اللي بتناسبه. مثلا بنت 3 سنين مش معقول اقولها روحي اعملي كنشي كذا، فبنقول لها مثلا امسحي الغبرة كذا. حتى اللي عندهم شغلات ممكن خلوا الاولاد يساعدوا عشان يحسوا بالانتماء للبيت كمان طبعاً. فبعد ما يخلصوا الشغل بنقول لهم احنا بدنا نعمل هاي بطريقة الفلانية، بنوضح لهم بالضبط احنا شو بدنا، بس يخلصوا ما نعيد من وراهم الشغل. اكيد لا، لا لازم نحسسهم انه هم عملوا اشي كتير منيح ونقول لهم شكرا ونفرجيهم انه هم كتير فعالين وموجودين في البيت عشان يحسوا برضو بانتمائهم وانهم عملوا اشي مزبوط، لانه غير هيك ما بياخدوا بجدية. بعرف انه يعني الماما رح ترجع تعيد من وراي، رح ترجع تعيد معناته ما رح اغلب حالي او بشلف ومشي يعني. وبتعرفي هاي مش بس بين الاولاد، وين ما كان لما بدك شخص يساعدك بشغلة لازم تقولي له كيف بدك اياها تنعمل، لانه عادة انه الاختلاف بصير انا بتوقع تعملي هالشكل وانت بتعملي هالشكل وما بنختلف، كل واحد له ستايل خصوصي في حياته بنطبقها. حلو بالضبط. هلا في كمان ممكن مثلا اذا بدنا نرتب الاغراض او نرتب الالعاب بنعملهم زي هيك نوتس، ممكن يكون على كرتوني، انا هاي على السريع عملتها. بنحط بنجيب 3 كرتونات او 3 سلات غسيل، ممكن بنحط على واحده صح وعلى واحده اكس وعلى واحده دويره. هلا صح الاغراض اللي بدنا اياها احنا بدنا نرجع نسترجعها، بنحطها بالبوكس اللي فيه صح او السله اللي فيها صح. يعني بدي ارجع استعملهم بدي اياهم اللي ما بدنا اياه مثلا خربان او مثلا تالف او ما بدنا اياه زهقنا منه بنعطيه لحدا ثاني يستفيد منه مثلا. لا هذا الخربان خربان ما بنفع لحدا، ما بنفع لحدا، بنحط عليه اكس. اما اللي بدنا نرجع نعطيه لحدا بنفرجيهم شعار الريسايكلينج او بنحط عليه صوره هديه انه هذا الاشي احنا بدنا نتبرع فيه لناس، هيك بنفهمهم مصطلح الريسايكلينج، الاشي موجود بس بدنا نرجع نستعمله بشكل ثاني او شخص ثاني يستعمله. فاحنا بنحط لهم شعار ريسايكلينج بنعلمهم المبدا او المصطلح، وبنفس الوقت بحسوا ودائما بنقول لهم انه في ناس هاي الالعاب انت عندك تنتين زي بعض، في ناس بحاجتها لانه ما عنده اشي، فلازم يفهموا هذا الشغله عشان يحسوا برضه في الناس اللي ما عندها. في ماما الله يخلي ليها بتقول لي يما اجره ولا هجره، خلينا نخليهم يفهموا هذا المصطلح بدل ما انت حاطه ذاته بالخزانه او ذاته بال... لا بالعكس تبرع فيه يستفيد منه، في ناس كثير بحاجه بالزبط. ومنه بيقدر انه هو ممكن يعمل فرق بحياه انسان اخر بالضبط وبشغله كثير بسيطه. وهيك بتعلم برضه على التنظيم وبتعلم انه يحط كل شيء في مكانه الصح. كثير حلو ممتاز. في مثلا هلا الخزانه، مثلا هلا عندنا الخزانه عليها العلاقات، اوكي هلا عندنا العلاقات هدول. هلا بنحط العلاقات الاواعي مثلا تبعتنا بالعكس، هلا هيك بالنسبه لنا الخزانه العلاقه معلقه بالعكس يعني هيك يعني احنا بالعاده بنعلق هيك صح؟ انا بعلق هيك انت بتعلق هلا بنعلقهم هيك مبدئيا. هلا احنا رتبنا الخزانه بنعلق كل العلاقات بهذا الشكل، هلا الاشي اللي استعملناه خلال 6 شهور بنرجع بنعلقه هيك. ايوه. هلا الاشي اللي ما استعملناه خلال 6 شهور بيكون معلق بالشقلوب، معناته احنا ما بدنا اياه ما عم نستعمله، معناته في هاي الحالة معبي الخزانة على الفاضي وعملنا أزمة، فلازم إنه نتبرع فيه أو صح نعطيه لحدا، نعطيه لأختنا، لا لأي حدا يعني. أي حدا ممكن يستفيد منه، يستفيد منه مش إلنا بالضبط. ممكن أنا أخذ من أختي، أختي تأخذ مني برضه، بنعمل تدوير للأشياء وللأغراض. ممكن كمان فكرة إنه إحنا متعلقين بصراحة كتير بأغراضنا، يعني متعلقين عاطفيا بأغراضنا، فإذا أنتم متعلقين بغرض معين وما عم تلبسوه عندي فكرة أنا إنه تصوروا أنتوا لابسينه مثلاً، أو صوروا حطوا الصورة مش رح تأخذ وسع بدل ما الأب أفكارك مكومة. أفكارك سميرة فظيعة إنه تصوروا فيه وخلي الصورة خلص. والله عمتي جابت لي إياه لما راحت قبل 5 سنين على ما بعرف، يعني ما فيش داعي تضل الغرض يعني خلص. فنتخلص هيك من أغراضنا اللي ما بدنا إياها ونعطيها لحدا مثلا بنستفيد منه. كتير كان هاي فكرة كتير حلوة بتعرفي مزبوط. كنت مرة بدي أحافظ على لبسي كنت لبستها أول مرة شفت جوزي وتعرفت عليه فيها فهذه ضليت كتير محيني أكبها، بالآخر خلاص كبيتها بس كان لازم أتصور فيها، لازم كان أخذت صورة تذكارية
حلو افكارك. في كمان شغله عندنا وقت ولا لا؟ في يلا. طيب اوكي. هلا في كمان شغله انه في الاغراض اللي تحت التخت. هلا مش معنى انهم احنا مش شايفينهم انهم مش موجودين، هدول الاغراض موجودين وبعطونا طاقه سلبيه طول ما احنا نايمين. على طريقه الفنك شوي هاي انه في اغراض كثير، في فوضى تحت التخت كثير سيء، تحت التخت كثير سيء. هلا احنا بننام مثلا 8 ساعات في الرينج يعني، وهي الاغراض بتضل تعطينا طاقه سيئه طول هالثمان ساعات. بنصحى مرات مزعوجين، عندنا صداع ما بنعرف ليش، بس بسبب هاي الفوضى اللي عندنا مثلا بتكون. بعدين في كمان شغله بدي احكيها انه احنا عم ناخذ وقت كثير في ترتيب بيوتنا هلا، لانه عندنا كثير اكسسوارات في البيت. صح، يعني كثير في اكسسوارات، في اغراض، وفي خصوصا الورد البلاستيك. انا اعذروني انا بمقته وبكرهه جدا. حتى بالفنك شوي ممنوع اي شيء بلاستيك في البيت، لا ورده ولا زهره ولا شجره، لازم اشياء عايشه حيه عشان تعطيكي طاقه وتحسي بالنماء في البيت. هي بتعطي طاقه سلبيه واحنا مش عارفين. لازم نتخلص. جد بتحكي عاد قد ايه موضه هلا الورد الاصطناعي؟ ابدا ولا ممكن احطها عندي في البيت. بحط لي نبته صغيره، جيبوا نباتات يعني ما بدها كثير عنايه. بالعكس لما تشوف الوردة الجديدة عم تطلع، لما تشوف أكيد هي الجو اللي بتعطيه الوردة الطبيعية كتير بيفرق. طبعا في ناس كمان عم بيسألونا على تنظيف الدهون بالمطبخ. هاي رح أخلي لها الحلقة الجاي كلها عن تنظيف المطبخ، وخصوصا عشان رمضان، كيف ينظفوا وراء الغاز، كيف الطناجر لما تلزق، كيف إذا انحرقنا شو نعمل في المطبخ. فهي كلها رح نخليها للحلقة الجاي إن شاء الله، خليهم متابعونا. شكرا سميرة على أفكارك. يعني مش عندي فكرة، كان لازم تسمي الكتاب عندي مليون فكرة، مليون وفكرة ألف ليلة وليلة. شكرا سميرة، وأهلا وسهلا فيك، ونستناك المرة الجاي نعرف كيف تنظيف الدهون في المطبخ. في المطبخ إن شاء الله. شكرا سميرة. العفو.